بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكير عبد العالي MVP مايكروسوفت، ونواصل في دورة ماوي بليزر الدرس السابع. كما وعدتكم أن هذه الدورة، دورة ماوي بليزر، ستكون مطابقة تماما لدورة ماوي إكزامل، هذه الدورة التي هي هنا. وكانت من الضروري في دورة إكزامل أن نتكلم على أنواع التخطيط، يعني layout، فتطرقنا إلى موضوع يعني stack layout ثم absolute layout التي هي عبارة عن مكونات يعني إكزامل. أما في بليزر فسنحاول يعني إيجاد نفس الحل، بما أن هذه عبارة عن مكونات إكزامل، ففي بليزر هي عبارة عن CSS و HTML component، لأن بليزر هو إبريد، يعني يعتمد على الواجهات، تعتمد على HTML و CSS. فحضرت لكم هذه الدورة، ليس اختصاصي CSS، لكن سأعمل ما بوسعي كي يكون نفس الدرس تقريبا الذي نعمله في الإكزامل نعمله هنا في بليزر. إذن درس اليوم قلنا هو layout الخاص بالأبسوليت، يعني كيف ننشئ أبسوليت layout. وفي الـ HTML و CSS هناك شيء للإلمنتات، يعني المكونات الموجودة في الـ HTML أو العناصر الموجودة في الـ HTML. هناك position، يعني هناك خاصية نضيفها إلى كل مكون، فنستطيع أو كل عنصر، فنستطيع تغيير position الخاصة به، إما relative، إما absolute، إما fixed. يعني هناك 4 أو 5 position نستطيع وضعها له. في هذا الدرس سنتكلم على الأبسوليت، بما أننا تكلمنا في درس الإكزامل على أبسوليت layout، إذن سنتكلم على CSS أبسوليت. إذن هي معناها أبسوليت هي وضع هذا العنصر، مثلا اللون الأحمر، هذا الديف الذي هو في شكل مربع باللون الأحمر، في أي مكان نريده، على مستوى إما الشاشة، إما البارنت، يعني البارنت بصفة عامة. عندما نحدد بارنت هي بالخاصية relative، يعني عندما يكون هذا absolute وأول عنصر relative مربوط بهذا العنصر، فهو عبارة عن parent لهذا العنصر. إذن مثل هذه العناصر في 2، فاللون الأخضر هو parent للون الأحمر، لأن هذا هو relative، أول relative يتطرق له هذا absolute. إذا كان ليس عندي relative فهي الشاشة التي تصبح parent، وعندما نعمل له بعض الخاصيات التي تسمح بتغيير المساحة أو نقل هذا المربع في مكان ما على الشاشة، فعن طريق الخاصيات bottom, top, right, left. إذن لو أعطيت له bottom 0، فالمربع اللون الأحمر هذا سينزل إلى هنا، إذا كانت يعني relative هو الشاشة، يعني لا يوجد عندي relative، فسينزل إلى هنا لأنني أعطيت له خاصية bottom 0، قلت له اذهب إلى أسفل الشاشة. أما إذا كان عندي عنصر relative فهو اذهب إلى أسفل العنصر الأب، يعني اذهب إلى أسفل الأب، فبطبيعة الحال سيذهب إلى هنا لأن هذه نهاية الأب، فيذهب إلى الأسفل. أما إذا قلت له top 0 فيذهب إلى فوق. أما إذا قلت له right 0 فمعناها يذهب إلى اليسار، اليمين عفوا، والعكس ايضا اذا قلت له left فيذهب الى اليمين. اوكي، نستطيع ايضا ان نقول له مثلا right 100%، معناها اذهب الى اليسار، كاننا كتبنا 0. اذا قلت له right اذهب الى right وخذ المسافه 100%، يعني اذهب من هنا وارجع حتى الى هنا ثم ارسم، فسيرجع الى هنا ويرسم يعني المربع، فهو مثل ما قلت له left 0. إذن هذا هو يعني الأبسوليت. الأبسوليت هو وضع العنصر، ربما تكون عندي مجموعة من العناصر، مجموعة من العناصر، لنفرض أن عندي عنصر آخر هنا، فعندما نحدد الأبسوليت ودخلت في بعضها العناصر، أكيد العنصر الذي هو فوق أو آخر عنصر يرسم سيغطي العنصر الذي قبله. فلذلك هناك خاصية أيضا في CSS نسميها Z-index. هذه Z-index، عفوا،
دائما ما نعطيها قيم كبرى هكذا كي نتأكد أنها دائما تعرض، خاصة في البوب أب. يعني عندما يكون عندي بوب أب مثلا، تجدون يعني بعض الأحيان نريد رسالة تنبه المستعمل لشيء ما، فهذا لابد أن نعمل له زد أندكس ويعرض في فوق كل العناصر التي هي موجودة، سواء كانت ريلاتيف أو أبسوليت أو فيكس أو غيرها. فلا بد أن هذا البوب أب اللي هو في شكل أبسوليت أن يعرض فوق الجميع. أوكي، فهذا هو دور الأبسوليت، ونصنع به اللاي أوت، يعني نصنع به كل ما يسمح لي بوضع العناصر أو ترتيب العناصر على الواجهات، مثل درس الإكزامل حيث تكلمنا على أبسوليت لاي أوت. وفي درس الإكزامل هنا عملنا مثال بسيط، هو رسم هذا الشكل، يعني هذا الشكل متطابق، يعني وضعت كل شيء هنا، حطنا هذا الديف. المهم تطابق المربعات، فسنعمل نفس الدرس إن شاء الله. هنا فتحنا فيجوال ستوديو ودرس اللاي أوت، هذا الدرس اللاي أوت السابق، سنضيف له بعض الكود. أوكي، إذا نريد عمل، سنغطي كل هذا، نريد ديف. هذا الديف هو الأب، سيكون ستيل رولاتي، فنكتب position position رولاتي، ثم أريد رسم مربع. هذا لنفرض أن الديف هذا باللون الأخضر، وهذا المربع سيكون باللون الأصفر الأحمر، فأعمل له ستيل بوزيشن أبسيت. أوكي، أريد أن يكون في التوب 50 بيكسل. سأذهب إلى الإكزامل، نفتح يعني درس الإكزامل كي ننقل الكود أحسن. وهذا هو الدرس. إذا عملنا 5 ثم 0 ثم 100. لا علينا، نعمل هنا في اللفت، نقول له أيضا سيكون 50 بيكسل. بعد ذلك position absolute top 50 left، وبعد ذلك top و left، ثم سأعطيه حجم المربع اللي هو الارتفاع، سيكون مثلا نفرض انه 100 بكسل، والعرض 100 بيكسل. ثم أعطيه background color وأقول له red. أوكي، لم يبقى إلا rotation. ايضا هناك في سي اس اس مثل الاكزامل روتيت، و هي في ترانسفورم. وساعطيه برسنتاج ديجري 30 ديجري مثل ما عملنا في الدرس. نعم 30، نشاهد النتيجة هكذا. وهذه النتيجة. إذا حتى في ماوي نضغط بالF12 ونستطيع مشاهدة السورس. إذا هذا هو الديف بوزيسيون رلاتيف، هنا باك جراوند مثلا
كما تلاحظون هذا ديب الأب والعرض، هذا هو ديب الأب. أوكي، وهذا هو مربع الذي عملناه أبسوليوت كما تلاحظون هنا، هو أبسوليوت، وعملت روتيت إلى 30 ديجري. الآن يعني عمل تداخل للمربعات مثل ما عملنا في الدرس السابق. نطلق الكود ونعمل نسخ ولصق. ثلاثة في الإكزامل عملنا أوكي. إذا الثاني سيكون 60 ونغير اللون إلى جرين. والثالث سيكون باللون بلو. ولا يحتوي على فورم كذا. أعمل حفظ. لم أفعل الريلود. وهذه النتيجة كما تلاحظون. إذا في هذا الدرس تعلمنا كيف نعمل الأبسوليوت layout الذي عملناه في الإكزامل، عملناه عن طريق CSS والـ HTML فقط بدون تدخل البليزر، يعني فقط الـ HTML والـ CSS يسمح لي بالتعامل مع الواجهات مثل السي شارب، يعني اللغة المستعملة في الإكزامل هي في زامرن أو في ماوي إكزامل هي السي شارب، والواجهات تصنع بالإكزامل. إذا هنا نصنع الواجهات بالـ CSS والـ HTML. إذا هذا كل شيء في درس هذا اليوم. في الدرس القادم أيضا سنعمل نفس الشيء لكن في الجريد، مثل ما عملنا في درس ماوي إكزامل عملنا الجريد، يعني كيف نعمل، فهي سهلة جدا، يعني أيضا بواسطة الـ CSS وبوستراب سنستعمل ريو وكول لإنشاء المختلف الجريد layout في الدرس القادم إن شاء الله. وأيضا هنا مثلا إذا ما أردنا أن نعمل بالبوستراب فنغير فقط كلاس، هنا نسيت ان اتكلم على ذلك، فهي يعني ضروري ان تكون عندما يكون عندي اشياء نستطيع عملها بالبوستراب فنقوم بعملها بالبوستراب. مثلا بوزيشن فنكتب مثلا هكذا كلاس بوزيشن ابسولي، ويعطيني نفس النتيجة هنا. إذا نستطيع عمل البوستراب أيضا. توب توب هو تي، يعني نضيف، لكن هنا بالمئة يعني، وليفت هو ال، والارتفاع هو اش، لكن بالمئة هنا سنعمل 10%. إذا نستطيع يعني عمل هكذا، وترانسفورم أيضا هناك لو كتبنا بوستراب ترانسفورم أكيد سنجد كلاس بوستراب وهي روتيت هكذا، وأيضا الباك جراوند هو بي جي دنجر أو. إذا هناك يعني نستطيع عمل بالبوستراب ما نستعمله هنا، أنا لا أحسن البوستراب لذلك سأترك فقط الكود السابق، يعني فقط أقول لكم أنه موجود لكن لا أحسن لذلك لا ندخل فيه حاجة لا أعرفها يعني. هذا كل شيء في الدرس هذا اليوم، سندخل إلى الجديد إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.